بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهتزت مشاعر الأردنيين بغضب عارم وحزن كبير على إثر الحادثة المرعبة، الحادثة الأليمة والتي قضت فيها سيدة في عقدها الخامس على يد ابنها الذي يبلغ من العمر 28 سنة. نحن الآن في لواء رصيفة وتحديدا أمام هذا الديوان، ديوان أهل القتيلة رحمها الله، ديوان عشيرة القيسية، حيث احتشد المئات من كل حدب وصوب من شتى الأصول والمنابت من كافة محافظات المملكة الذين جاءوا ليعبروا على أن هذه المعاناة وهذه الأزمة أزمتهم وهذه القضية قضية كل واحد يقف بينهم بانتظار الآن الجاهة التي ستأتي بلسان حال ومقال أهل الجاني. سنكون نحن وإياكم على أبرز ما اتفق عليه الفريقان، وأعتقد أن الأمور ستكون واضحة بإذن الله تعالى. الكل يجمع هنا، الكل يجمع قبل أن تبدأ العطوة. استأنسنا برأي الجميع من حضر، الكل يجمع على أن الإعدام هو المطلب الوحيد الذي سيمتثل إليه الجميع، والقضاء النزيه والعادل هو لسان حال كل من يطلب في الحضور الكريم. سنكون معكم بعد لحظات بإذن الله تعالى، وسنلتقي عبر فضائية الحقيقة الدولية على المتحدث وكبير آل القيسية الذي سيتحدث بأبرز النقاط التي اتفقت عليها عشيرة القيسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إنني أقف موقفا حرجا وصعبا جدا، لكنني قبل أن أتحدث أقرأ الفاتحة مع هذه الوجوه الطيبة النيرة المباركة الحزينة على روح الشهيدة الفاضلة الشريفة العفيفة النظيفة الطيبة أم محمد القيسي رحمها الله. فلنقرأ جميعاً الفاتحة. عظم الله أجركم جميعاً، لأن المصاب هو مصابكم جميعاً دون استثناء. حقيقة الجميع أصيب بالدهشة والذهول والغفلة والجنون، ولكن الأمر الآن أصبح للجميع وكلنا معني، وقد جئنا معزين وجئنا كذلك مستنكرين وجئنا كذلك شاجبين غاضبين، وها أنتم بوجوهكم الصابرة التي أرى فيها قول المولى عز وجل عندما قال ولنبلونكم بشيء، بجزئية بسيطة، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد أصيب أبو البشر آدم عليه السلام بمقتل ولده من ولده، حيث قتل الأخ أخاه. أصيب نبينا آدم، أبونا آدم، وهو يرى ولده يتلطخ بدمائه ممن ليس من غريب وليس من عدو، إنما من أخ سولت له نفسه وطوعت له ذاته أن يقتل أخاه فقتله، فأصبح من النادمين ساعة لا ينفع الندم. لسنا هنا في موضع الخطابة ولا الكلام، إنما أحياناً لا بد من بيان لتلطيف ما في الصدور.
عشائر القيسية أعانكم الله، لقد أصبتم ببلاء وصبرتم للبلاء، وكان البلاء من أقرب الناس إلى الشهيدة التي والله ما سألت حافظة قرآن إلا وقالت كانت تعمل ليلا ونهارا على إصلاح ابنها، تذهب إلى أئمة عظام تخبرهم أنها تريد أن تجعل ولدها ذاهبا إلى العمرة، وها هو الشيخ ينظر إليه ممن حدثته المرأة الطاهرة النقية العفيفة أم محمد الشهيدة ممن قتلها ولدها. هل هو مجنون؟ هل هو قد أصيب بدهشة؟ لن نبرر لأبنائنا ولشبابنا ولأصحاب المسؤولية بأن الجميع هو مسؤول عن أن يجعل حداً قاسياً كي لا يعتدي ولد على والده ولا جار على جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. حديث المصطفى: وعذراً لمن أنا ظهري لهم فكلكم وجه موجب محترم، اقتضت الضرورة أن أقف متوسط الرجال. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. لا ينبغي للإنسان أن يطلق لسانه وأن يهرف بما لا يعرف وأن يتكلم قبل أن يتعلم. والله تعالى في قرآنه الكريم يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. احفظ لسانك أيها الإنسان، ليلدغنك إنه ثعبان. كم من قتيل في المقابر حصيد لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. الشهيد أم والغادر ابن، والهم على أبناء العم وعلى الزوج والأبناء والقبيلة والنسب والحسب. أحياناً يطيل الإنسان فينا كلاماً كي يقضي على الشيطان، فمن كانت له كلمة طيبة محترمة تقية نقية فعليه أن يقول، وإلا عليه أن يسكت ولا يقول. الجميع يستطيع أن يتحدث وأن يتكلم، لكن لا بد من انتقاء الكلمات، حيث قالت العرب قديماً: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. لا داعي أن تتحدث بكل شيء، ولا داعي أن تنصب نفسك أيها الإنسان قاضي ولا باحث، فأنت لست قاضياً لتبحث في الجرم وتعرف أبعاد الجريمة. جريمة حصلت من إنسان شاذ مجنون، من إنسان لم يتق الله، في امرأة علمت ربت، كانت تلبسه خير اللباس، كانت توقظه على صلاة الفجر، في امرأة طاهرة قالت لإخوانها: أخرجوا ابني من السجن، أريد أن أراه أمام عيني. وهم يقولون لها: فليعالج. لكن قلب الأم أبى، إنها الأم الرؤوم التي لا يمكن أن تحاول أن تغضب على ولدها، وإن غضبت لن تسمح لأحد أن يقول آمين. والله الكلمات أنا عاجز عنها، لساني يتلعثم يتبعثر، لا أعرف ما الذي أقول. أقول إن الجرح في الكف، فلست أنا أحرص على الشهيدة من بني قيس ولا من أهلها العمائر وزوجها وأبنائها،
لكنها هي أمنا جميعا وأختنا جميعا. وما أصيبت به الشهيدة الطاهرة آلم الأردن كل الأردن كبارا وكبارا. لم يكن هناك أحد إلا وقد بكاها، بكتها النساء الحافظات للقرآن، بكتها دور القرآن، بكتها جاراتها اللواتي عرفن أم محمد بطهارتها وعذابة لسانها لناسها ولأقاربها. عظم الله أجركم، جئناكم عشائر بني قيس، ووالله أرى وجوهاً هي مناقع دم، وأرى علماء دين، وأرى أهل قضاء، وأرى رجالات من رجالات الأردن، وأرى أمناً عاماً جاء ليشاركنا فقط مشاركة الأخ لإخوانه، متألماً لما يحصل. وجئت وانتدبت متحدثاً، ولست بخيارهم ولا بأفصحهم لسانا ولا بأبلغهم بيانا، والله إنني أقلهم كلاما، ولكن من عيونكم أنا استمددت الكلام، فإن تجاوزت حدي وأخطأت فمنكم السموحة يا والدي. أيها المختار الشيخ الطيب ويا أيها الشيوخ، نحن محاضر خير. رحم الله امرأً كان مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر، قتل ابن آدم وبكى نبي ابنه، وبكى نبي أباه، نوح بكى ولده، وإبراهيم بكى والده، والله سبحانه يكفينا شر الليذات. ولعن الله الشيطان، ولعن الله من يحرك وأن يكون محراك سوء. كلنا علينا أن نقف في هذا الموقف الصعب يا أبا جرد، الصعب جداً يا رمضان، الصعب جداً شيخنا القيسي، الصعب جداً يا وجوه الأردن، لأن الجرح في الكف. لا نريد أن نتمادى في كلمات نحن في الغنى عنها، وإن كان الأمر خطير. من جهتي أنا شخصياً كيوسف الساحور العمر بني عقبة، والله إنني أقول لمثل هذا الشخص على الدولة أن تقطع رأسه في أسرع وقت، حتى لا يجرؤ شخص أن يتمادى وأن يعتدي على والدته أو والده أو جاره، بغض النظر كيف كانت العقلية وما هو القانون الذي يبث في هذا الأمر. فالقتل أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفنجانكم هو لكم قبل أن يكون لنا، تحت أمركم نقف ونستمع ونلبي، وحملكم علينا هين، لأنكم أنتم من ستحملوه. أستطيع أن أكون واقفا في الحديث معكم لأنكم حاجب وأصحاب واجب، ومن المفروض أني أوقف وأتحدث إليكم وأنا واقف، لكن صحتي بعتبرها من الفلجات، من الفلجات لعدم الوقوف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله الذي تداعى له كل شيء، الحمد لله الذي تداعى له كل قوي، الحمد لله الذي ذل له كل إنسان لجبروته وقوته وعظمته. الحمد لله. أقول لكم جئتم إلى ديوان القيسية الذي ورث عن آبائه وأجداده احترام الناس والعادات والتقاليد والخلق
والشرف والدين. هذه هي مبادئنا وهذه قيمنا التي لا نساوم عليها، موجودة فينا وإن شاء الله ستبقى فينا بإذن الله. والله لقد فقدنا الابتسامة أمام هذا الموقف، والله فقدنا الابتسامة بحزن شديد على مربية فاضلة من بنات القيسية، والله حزننا عليها حزنا شديدا وفقدنا الابتسامة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. إنما أريد أن أقوله لكم أيها الإخوة أن هذا الأرعن الرعديد الفاجر البعيد عن كل خلق، ناقص في خلقه، ناقص في مبادئه، بعيد عن كل شيء يتعلق بالحب والمروءة، بعيد عن كل شيء من هذه الأخلاق، فأخلاقه ناقصة وتصرف تصرفا كاد أن يزعج وأزعج من في الأردن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وأضجع المواقع وهز مواقعنا وهز مضاجعنا، وجعل الحليم حيران في أمره من باب النسب. النسب، وأنتم تعرفون أن النسب مقدس، ولكن هذه العملية كانت خارجة عن المألوف في تفسيرها، والله خارج عن المألوف، لكن يوجد عندنا ميزان للأمر، واحتوينا وسيطرنا على الأمر وعلى الوضع خوفا من ازدياده وخوفا من مضاعفاته. إن هذا المجرد من كل خلق وكل شرف وكل دين، تعامل مع الذي ربته، مع أمه، يعني شيء يعني بخالط الخيال في تفسيره، ما احنا قادرين نفسر ما هذا الأمر الذي حدث لنا، ولكن بحمد الله سيطرنا. وأريد أن أقول أن المخدرات والجوكر، وما أدراك ما الجوكر، وأنا أعرف أن أجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة القائد الأعلى وتوجيهاته سيحاربون هذه الآفة وسيقضون عليها، لأن من نتيجتها هذه النتيجة التي راحت ضحيتها أم برة أم نظيفة أم مؤدبة أم مربية، وخلفت من الأولاد 4، وكانت تصرفاتها دائما للخير، وهذه بشهادة القادمين لأخذ هذه العطوة، بشهادتكم فما بالكم فينا نحن، والله إنا لنشهد لها بالخير إن شاء الله. أقول لكم ولا أريد أن أطيل كوني في حالة من الإعياء،
أقول لكم أننا نطالب الأجهزة الأمنية والقضاء الأردني العادل أن يقيم الحد على هذا المجرد من كل صفات الإنسانية، مجرد من كل الأخلاق والشرف والدين، ونطالب بإعدامه، نطالب بإعدامه، ولا تراجع ولا محامي ولا أي قوة تمنع من إعدامه، لأن من يفكر في عدم إعدامه سوف يحدث مشكلة لا سمح الله تكون أقوى بكثير مما نحن عليه الآن. إعدامه سيكون هدفنا الرئيس، وعدم وضع محامي له وعطوة مفتوحة لحين النطق بالحكم، بعطيكم إياها إن شاء الله إن شاء الله. وسلام عليكم وسلام عليها، ورحمها الله وجعلها من الجنة بمكان، من الجنة بمكان، لأنها تستحق هذا مع الشهداء والصديقين والأبرار إن شاء الله. اللهم ارحمها واغسل ذنوبها واجعلها من سكان الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نضرع إليك أن تكون في الجنة على ما قدمت، ربت أولادا وقدمت خدمة طويلة 50 و58 عام من الكفاح من أجل المبادئ ومن أجل الحب والمودة والمحبة، وهذه هي مبادئنا التي تربينا عليها ولن نساوم عليها. فالموت، الموت له والإعدام له، ولن نتراجع قيد أنملة. الموت له والإعدام له ولن نتراجع، والقضاء عادل، وجلالة الملك هو في أولوياته أن يحارب هؤلاء الناس المجرمين البغيضين. نحن نقول أن الطلب اللي أنتوا طلبتوه، والآن أنا بكرر بإعدامه، وبحلن بعرف أنه القضاء عادل وفي منتهى العدالة، لا أريد أن أقول أنه أو تجبروني على أني أقول أنه هذا إذا كان دخلت في أي واسطة فدمه بالنسبة لنا مهدور، دمه مهدور، والعطوة مفتوحة لحين النطق بالحكم وعدم وضع محامي. وهذا الإشي اللي بقدر أحكي لكم إياه وأقدمه وأنا في وضع صحي وفي وضع نفسي. فقدنا الابتسامة على هذه المرحومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محاسك العطوة، يا بيعطينا الورق يا بكتبوه، يا بكتبوه مندوب الأمن موجود، موجود مندوب الأمن موجود. مشاهدينا الكرام، دعونا نلتقي بفضيلة الشيخ يوسف الساحوري المتحدث باسم أهل القاتل ليلخص لنا أبرز ما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء. أولا شكرا دكتور موسى العوضات لكم ولتلفزيون الحقيقة الدولية على هذه التغطية. ثانيا شيء أنا يعني أشكر الوجهاء والعشائر الأردنية اللي جاءت واستنكرت هذا العمل الإجرامي الكبير والذي لن يرتضيه أحد في الأردن ولا خارج الأردن. والنقاط المتفق عليها هي نقاط يتفق عليها كل الأردنيين، لابد من قتل مثل هؤلاء وعدم الرحمة فيهم، لأن الرحمة فيهم هي نقمة ستكون. ثانيا لابد من تعقب الذين يدخلون على البلد مثل هذه الأمور والحبوب والهيروين الذي يدمر الأردن، والأردن بلد الأطايب وبلد الرجال
وحقيقة أنا لا يسعني إلا أن أشكر أهالي المتوفاة الشهيدة أم محمد، وأشكر جميع من حضر من شتى أنحاء الأردن. طب اسمح لي شيخ، ركز المتحدث باسم المغدورة الميتة بالمطالبة بعدم توكيل محامي والقضاء العادل النزيه، ثقتنا مطلقة فيه، إضافة إلى ذلك المطالبة بإعدامه وإعطائكم عطوة عشائرية مفتوحة. هل هذا كلام نوافق؟ ولكن نعلم أن القانون للأسف الشديد يلزم المحكمة بتعيين محامي، وأنا أرجو أن هذه الفقرة من القانون نوابنا في مثل هذه القضايا النواب يلغوها. نعم. لا يجوز توكيل محامي حتى لا تزرع الضغينة والشحناء والبغضاء. نعم. شكرا لك شيخ يوسف السحوري، كل الاحترام. اسمحوا بالكلمة إلى الحاج العم أبو مروان. أهلا وسهلا. شيخ عشيرة القسية في الصيفة، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أرى بأنه الأردنيين جميعا يعني أنتم تتبادلون العزاء يعني الطرفين، واجتمع الأردنيين من كل حدب وصوب في هذا الاجتماع المبارك. إن شاء الله. أبرز ما يعني لخص لنا أبرز ما تم الاتفاق عليه. والله إحنا الآن هذا المصاب جلل واهتزت إلو مضاجع الأردنيين من الشمال والجنوب والشرق والغرب. وعلى ضوء هذا المصاب إحنا كتبنا عطوة بيننا وبين جماعتنا اللي بيعتبر مسايبنا وحبايبنا، كتبنا بينهم على أساس الطلب بإعدامه بموافقة الأطراف كلها وبموافقة الحضور كاملة، طلبنا بإعدامه وهدر دمه، وعطوة مفتوحة لحين تنفيذ هذا الطلب. وثقتكم بالقضاء؟ وثقتنا بالقضاء الأردني ثقة خارجة عن المألوف، ونحن يعني ثقتنا عالية جدا، والقضاء يعمل بتوجيهات قائدنا. نعم. ورائدنا جلالة الملك. يعني أبرز إشي إنه أعطيته عطوة مفتوحة. أعطينا عطوة مفتوحة إعدام القاتل، عدم توكيل محامي. نعم وفي القضاء نعم القضاء النزيه موجود، وطالبنا من الحضور، فيش وساطة ولا محسوبية، وطالبنا بهذه المناسبة محاربة المخدرات والجوكر محاربة شديدة، ونحن نحترم الأذرع الأمنية اللي موجودة هون واللي راح تكون بواجباتها وتزيد وتكثف من هذه الواجبات حتى تقطع دابر هذا الأمر إن شاء الله. بارك الله فيك. رغم الحزن الشديد إلا أنه يبعث على أننا أسرة واحدة، من مهما لن تفرقنا هذه الأحداث. ماذا يقول النائب محمد جميل الظهراوي؟ أكيد كما أنت تشاهد هنا في مدينة الصيفة من شتى الأصول المنابت، من الشرق من الغرب في كل مناطق المملكة تفاعلوا معنا في هذه القضية الإنسانية التي حقيقة لم نحضر حتى بأفلام الرعب قضية كهذه القضية. شفنا حالات من القتل والتنكيل بالجثث، ولكن لم نرى في حياته أن يقتل الابن أمه، وكان هنالك علامة استغراب ودهشة عند جميع أبناء المجتمع الأردني وكل من شاهد أو سمع عن هذه القضية. السبب الرئيسي كان لهذه الجريمة البشعة أن المخدرات وخاصة مادة الجوكر التي انتشرت بالفترة الأخيرة، وحذرنا منها مرارا وتكرارا، وبصفتي أمثل الشعب ونائب في مدينة الصيفة وفي شتى أنحاء الوطن أطالب الحكومة أن يكون هنالك إجراءات شديدة، وأيضا أطالب زملاء النواب وأنا منهم بعدم التدخل بأي قضية مخدرات، لأن هذه النتيجة الحتمية لكل من يتعاطى المخدرات وتعاطى مادة الجوكر. وأطلب أيضا بصفة ممثل للشعب في هذه المحافظة والوطن من الأجهزة الأمنية أن يقاوموا أوكار تجار المخدرات بالدرجة الأولى لينتشر الأمن والسلام في الوطن. وأيضا الحكومة لها أيضا سبب رئيسي في عدم البطالة وعدم وجود مؤسسات تنموية ورياضية لتحتوي الشباب وأفكارهم. سعادتك أنت شفت الآن الفريقين، الطرفين، كلا الطرفين مجمعين لا خلاف بينهم على البنود التي تم الاتفاق. نحن ليس طرفين، نحن طرف واحد، وإن كان هنالك رسل سلام من الطرف الآخر، ولكن أيضا أبناء الشهيدة وزوجها ليس طرف معنا في هذه القضية، ولكن شاءت الظروف أن كان ابنهم هو الذي قتل، ولكن أبناءها ليس خصوم لنا، وكما شاهدت أنت بيوم الجمعة حتى أبناءها كانوا على المقبرة، وبالتالي نحن عائلة واحدة، ولكن نحن وإياهم نطالب بإعدام القاتل ليكون عبرة حسنة لكل أبناء الشعب الأردني فيه، وخاصة أن القتيلة الشهيدة هي والدته.
بارك الله فيك سعادة الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الولد قتل أمه والقرآن الكريم يحرم القتل، فنحن أمام جرائم يوميا، والأسباب لا يوجد تقوى الله، لا يوجد دين، لأنه لو كان هناك تقوى الله ومخافة الله لما أقدم هذا المجرم على قتل والدته. الوالدة الذي أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل قال يا رسول الله أوصني، ماذا قاله صلى الله عليه وسلم؟ قال أمك 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 ثم أباك. فالأم ثلاث مرات والأب مرة واحدة، فأوصانا بالوالدين، ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. صك عطوة عشائرية باعتراف بجريمة القتل في مساء هذا اليوم الأحد الموافق 6/11/2016 توجهت الجاهة الكريمة والمبينة أسماهم أدناه إلى ديوان عشائر القيسي الكرام في مدينة الرصيفة، وذلك بخصوص جريمة القتل التي راح ضحيتها المرحومة صباح محمد محمود القيسي، وذلك من قبل ابنها المجرم القاتل عماد خليل محمد عمار خليل محمد العمايري. وكان في استقبال الجاهة جمع غفير من عشائر القيسية خاصة وعشائر الأردن عامة والأهل والجيران والأصدقاء والمبينة أسماءهم أدناه. وبعد التداول في هذه الجريمة تكرم أهل المقتولة وعلى لسان حالهم الشيخ محمد حسن أحمد القيسية الشيخ عشيرة القيسية بالموافقة على إعطاء عطوة عشائرية باعتراف على الشروط التالية: أولاً عطوة عشائرية باعتراف لحين صدور قرار الحكم. اثنين عدم توكيل محامي من طرف الجاني. ثلاثة مطالبة جميع الحضور بإعدام القاتل وهدر دمه. ولا يسع الجاهة إلا تقديم كل الشكر والتقدير لعشائر القيسية على صبرهم وحسن استقبالهم، والله ولي التوفيق. حط أبو يوسف كمان. كمان حط لأبو صخر هون. بدنا نوزع. لا شيخ طلال بكتبه. حط أبو جميل. حط أبو صخر. أبو جميل وراك. خلنا نمشي. نرجع. أنا في عندنا كمان منه. أنت وين بدك تودينا؟ حط المختار جبرين. أنا بوقع. طب إبراهيم.